بعض شركات التطوير العقاري تعثرت وعجزت عن تسليم وحداتها في الميعاد اللي وعدت بيه عملائها. لازم طبعا ناخد في نظر الاعتبار ارتفاع عناصر التكلفة بالنسبة لهم. هو ارتبط يعني يمكن عشان كده الاتحاد المقاولين البناء كان وصلوا لحل جزئي للموضوع ده، ان هم بيتم اعادة النظر في تسعير الوحدات المباعة، انك ممكن تزود السعر بتاعها نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج. الناس انت عارف المطور العقاري الجزء الاكبر من المطورين العقاريين دايما بيبقى بايع اوف بلان، بيبيع في بداية المشروع قبل ما يبني المشروع، لكن طبعا لما بيحصل ارتفاع يعني ضخم او مبالغ فيه نتيجة اجراء او سياسة معينة بتعتبر داخلة في القوة القاهرة او الفورس ماجور، ادت لارتفاع تكلفة الانتاج بشكل كبير، لازم يعاد نظر في التسعير. وهذا ما حدث بالنسبة لبعض الشركات، بعض البلايرز او بعض اللاعبين في السوق رفعوا التكلفة بتاعتهم او حمل جزء من ارتفاع الفاتورة على المستهلك. في البعض الاخر ما قدرش يعمل ده، وده كان من احد اسباب التاخر بتاعه. مش عايز اقول تعثره، ما اقدرش اقول ان هو متعثر، ولكن ان هو كان مضطر ان هو يبطئ الوتيره شويه لانه بيرتقب ان ممكن الاسعار تنزل تاني او يحصل نوع من التوازن، فالاسعار بتاعه المدخلات مدخلات الصناعه تنخفض مره اخرى. يعني على سبيل المثال حديد التسليح، الحديد في الفتره الاولى من التعويم كان وصل لاسعار جزافيه. طبعا اي حد بيقوم بعمليه كونستراكشن لازم بيعيد النظر في عناصر التكلفه بتاعته. بدل ما كان هيبني المتر مثلا برقم، هو اتفاجئ ان الرقم ده تضاعف، فبالتالي طبعا ده اثر على المارجن بتاعه لو في مارجن، وممكن يكون اكل المارجن بتاعه بالكامل. وعشان كده يمكن اتحاد المقاولين ووزاره الاسكان نفسها هي كمان عملت اجراءين، اولا اتاحت للشركات انها تعيد التسعير، ومن ناحيه تانية مدت لهم فتره المهله او مهله البناء، رفعت لهم زودت لهم فترة المهلة، ادت لهم مهلة إضافية علشان يقدروا يستوعبوا الانعكاسات اللي حصلت من ال. والكلام ده كله حضرتك ما يتحلش بالعقود الأساسية اللي اتمضت مع العملاء في بداية التعاقد، في بداية خطة تنفيذ المشروع. لا، هو لا يعتبر إخلال، لأن زي ما قلت لحضرتك ده فورس ماجير، ده قوة قهرية. القوة القاهرة إن حصل ارتفاع مبالغ فيه في أسعار في تكاليف الإنتاج، كان لازم يكون لينا انعكاس. عشان كده يعني الجهات الرسميه استجابت، يعني وزاره الاسكان ليه مدت المهله؟ مد المهله كان نتيجه هذه الاحداث الجوهريه او القوى القاهره اللي حصلت في هذا القطاع.